أهالي صلاح الدين يستعدون لأول رمضان بلا لحوم بأسعار خرجت عن السيطرة لمضاربات بين أصحاب المواشي والتجار والقصابين. التربية تفتح نتائج الغش بأحد عشر مركزاً امتحانياً في شرقاط، وكلية الآداب تنظم أول مؤتمر للدراسات العليا بمشاركة ذوي الهمم. القضاء يحبس النائب السلامي 6 أشهر والبرلمان يميز القرار، وتجارة تكسب دعوى التزوير وتنتظر أخرى بالتشهير. تفاهمات جديدة بين البيتين السني والشيعي قد ترفع الفيتو عن جلسة انتخاب الكريم، والأمطار تخرج أهوار الناصرية من الموت السريري.